نحل 17 based on the reaction N2 plus 3H2 يديني 2 NH3. The mass of ال NH3 produced from the reaction of 8.4 grams of النيتروجين with الهيدروجين equals. أنا كده معايا مولر ريشيو أهو، كل 1 مول بيتفاعل مع 3 مول عشان يديني 2 مول. أنا كده عملت مولر ريشيو. هنا بيقول لي إيه؟ The mass of ال NH3 produced from the reaction of 8.4 grams of النيتروجين. يبقى هو عايز الماس بتاع مين؟ of ال NH3. Produced من إيه يا جماعة؟ من 8.4 جرامز اوف النيتروجين. انا عندي مساله، ركزوا في الحته دي، مديني فيها وزن وعايز فيها وزن. انا ممكن احلها بطريقتين، الطريقه الاولانيه ودي الطريقه اللي انا بحبها اللي انتوا بتغلس معاكم، طريقه الايه؟ الاله. ما احنا بدانا بقى، احنا دخلنا في الجد، يبقى هنخش في الاله، في الماشين بتاعتنا. ان انا هحط الماشين كده، طبعا انا بتكلم على النيتروجين مع مين؟ مع الامونيا. الهيدروجين ما مش هنيجي ناحيته خالص، اوكي؟ طيب كل 1 مول بيحتاج 2 مول. طيب هو طالب ال NH3 يا شباب بالماس، ومديني النيتروجين يا شباب بالماس. طب ما انا اعمل الماشين بتاعتي ماس لماس بدل مول لمول. ما انا لو عملت الماشين بتاعتي ماس لماس بدل مول لمول، المساله هتيجي في خطوه واحده. ازاي يا مستر اعمل بقى الماشين بتاعتي ماس لماس بدل مول لمول؟ هشتغل بالطريقه دي واشتغل بالطريقه التقليديه. هاجي على ال 1 مول اوف النيتروجين، يا ترى وزن ال 1 مول اوف النيتروجين كام؟ 14 زائد 14 ب 28. طب الناحيه الثانيه، يا ترى بقى، بص الحته دي، يا ترى وزن ال 2 مول اوف الامونيا، ما تقوليش وزن الامونيا، لا، وزن ال 2 مول، ما انا شغالهم البالانسد ايكويشن، وزن ال 2 مول اوف الامونيا كام؟ ها 2 ان ب 28 و6 اتش ب 6، 28 و6 ب 34. انا كده والله خلصت المساله. كاني بقول لك ايه؟ كاني بقول لك ايه يا فريده؟ كل 28 جرام نيتروجين هتديني 34 جرام امونيا، يا ترى ده هيطلع لي كام؟ اعمل كروس مالتيبليكيشن، هقول كده 8.4 تايمز 34 اوفر 28 هيديني 10.2. خلاص خلص 10.2. تعال احلها بطريقه ثانيه، يا انا يا انتوا انا عارف ان كل 1 مول، ها على طول الاسلام يقول لي دي الطريقه الاسهل، هتديني 2 مول صح؟ طيب ما تيجي نجيب النمبر اوف مولز اللي موجوده في ال 8.4، فهتقول لي والله ال 8.4 ده الماس، والمولر ماس بتاع ال N2 هيساوي 28، فهتعملوا لي ايه بقى؟ هتقولي لي 8.4 divided by 28 هتطلع ب 0.3، يبقى دو 0.3 مول نيتروجين. خلاص، طب ما انا عارف ان ال 1 مول نيتروجين بيطلع لي 2 مول امونيا، يبقى 0.3 هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي 0.6 ايه يا شباب؟ مولز. وهتقوم جايه بقى الناحيه الثانيه فريده عامله مثلث ثاني، والله العظيم هي بالظبط، هتقولي لي هنا 0.6 مولز يا مستر، وال NH3 هنا بقى ما تجيبليش الاثنين NH3، انا هنا مش بحط غير المولر ماس فمالهاش دعوه بالبالانسد ايكويشن، فهتقولي لي 0.6 تايمز المولر ماس بتاع ال NH3 اللي هو 17 هيساوي كام؟ اضربه بقى 0.6 في 17 هتلاقيها برضو ب 10.2.